وللمزيد ينضم الينا هاتفا الدكتور احمد رضا ثابت نائب رئيس مجلس الاعمال المصري العماني. دكتور ثابت، بعد التحيه، جميع المجالات التي بين مصر وعمان تشهد توافقا وتعاونا مستمرا، ولكن في ظل التحديات الاقتصاديه الراهنه وايضا في اطار مجلس الاعمال المصري العماني، كيف ترى الجانب الاقتصادي والعلاقات الاقتصاديه بين مصر وعمان و حجم التبادل التجاري في الفترة الأخيرة؟ مساء الخير على حضرتك وعلى جميع الإخوة المشاهدين والمستمعين. طبعا استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان في زيارة تاريخية، ردا على الزيارة الأولى التي قام بها فخامة الرئيس إلى سلطنة عمان في شهر يونيو من عام 2022. طبعا هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص المتبادل من القيادتين السياسيتين على رفع معدلات الاستثمار، رفع معدلات التبادل التجاري ما بين البلدين، وده دل على شيء، يدل على مقدار التفاهم والتلاحم الموجود بين الشعب المصري والشعب العماني والعلاقات التاريخية التي تمتد تجاريا منذ القدماء المصريين منذ أكثر من 3500 عام. نعم. بالأرقام، إذا تحدثنا عن تقييم الوضع القائم ما بين مصر وعمان فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم المشروعات المصرية على الأراضي العمانية، ماذا نقول؟ هناك حوالي أكثر من 744 شركة مصرية تعمل في السوق العماني. الأرقام تضاعفت بشكل حقيقي في ما بين عام 2021 إلى عام 2020 بنسبة تتعدى حوالي 7.5%، ولكن الطفرة الحقيقية في التبادل التجاري والميزان التجاري حدثت في عام 2020، وخاصة بعد زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان في شهر 6 ولقائه برجال الأعمال والمستثمرين العمانيين على هامش زيارته إلى سلطنة عمان، وتحدث عن الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس. الاتفاقيات المزمع توقيعها في هذه الزيارة بالنسبة للشق الاقتصادي، في طبعا مذكرات تفاهم وفي اتفاقات تجارية سيتم توقيعها أثناء هذه الزيارة. نعم. وحيكون منها اتفاقية الازدواج الضريبي وبعض الاتفاقات الاقتصادية الأخرى، وعلى هامش هذه الزيارة العظيمة صاحب الجلالة سلطان هيثم برفقه وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، واللي هيكونوا في اجتماعات ما بين وزراء المعنيين وزارة التجارة والصناعة. نعم. وجهاز الاستثمار، بالإضافة إلى مجلس رجال الأعمال المصري العماني، وهيتم من خلالها عرض الأمور التي حدثت والمتوقع الاجتماعات السابقة. نعم. بحيث نخطو خطوة أخرى للأمام لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين. نعم. الدكتور أحمد رضا ثابت، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري العماني، شكرا جزيلا لك.